مبسوط؟ ايه قد ايه مبسوط؟ بكون احنا قلنا 12 سنة عم نخلق هالتوعية، والنايت تو شاين خامس سنة. نحن مش لحالنا، رح تلاقوا معنا جمعيات فوق العشرين، وأنا مبسوط بهالاستمرارية حتى وقت الأزمة ما وقفنا. حلو كتير. مبسوطة؟ ايه. عم نعمل جهد لحتى نزيد وعي التلاميذ، وعي المعلمين، وعي كمان العائلات اللي هي جزء من العائلة المدرسية، وأكيد هذا الشيء بينعكس على وعي المجتمع اللي عايشين فيه. It's nice. It's affirming of individuals. It shows they're not forgotten. It shows genuine care. It shows creativity. هيدا الشيء بيفتح أكتر عقول عالم كانوا يخبوا أولادهم بهالموضوع. These children are God's royalties. هن مخلوقين valued, worthy of every attention and every care. او ما لا شي هاني شو فرحانه. شو اكتر شي حبيت؟ العالم وانتو. هيدا الايفنت عم يعطي قيمة لكل شخص، لو شو ما كان ولو كيف ما كان ولو كيف ما خلق، مجرد ما هو عايش يعني هو نعمة ربنا. انا عندي بنت اكبر منها تخرجت، وكان عندي غصة انه ما قدر رح اقدر اشوفها. مرسي كتير كتير لان لو ما عم تعرف شو عم بصير، بس بكفي شوفها وخلني سوفينير ذكرى لها انه شفتها بعدم مناسبة الحلوة. ما فيك تشوفي غير جمال وروح حلوة، بس يا ريت نادي هيدا الامبيشن، هيدا الموتيفيشن، هيدا الديديكيشن. مش مفروض يكون مناسبة وحدة بالسنة او ايفنت واحد، لازم يكون شيء خلص طبيعي، يعني نتأقلم معه مثل كل شيء بالحياة لانه هو جزء من الحياة. هول الناس بمطارح أهم منا وأحسن منا بكتير. هؤلاء الأشخاص عنو شيء كتير حلو يعلمونا إياه، هيدا الحب وهالطبيعية وهالحقيقية وهيدا الأساس. وأنا بعتقد الفن هو أصلاً تعبير، وهالأشخاص أكتر ناس مليانين من جوا تيعبروا. هيدا إيفنت كتير مهم لحتى يسلط الضوء لأطفال وناس قلبهم يعني أكبر من هيك وأطيب من هيك ما في، تبركي بغير نظرة العالم كمان شوي لألون. هيدا هو المسج، ما في غيره برأيي، ولازم يكون في 100 مسج كل يوم تيصير هذا الشيء نورمال. كرمال هيك هذا الشيء كتير مهم بالنسبة لي، وكرمال هيك رح نعمله كل سنة.